أخبار اليوم. العناوين: السيسي يمنح وسام العمل لعشرة من قدامى النقابيين غدا الخميس. ملك البحرين يجتمع مع أبو الغيط بالقاهرة ويزور الكاتدرائية في العباسية. موجة غضب برلمانية بسبب مقتل الشاب المصري عادل حبيب في بريطانيا. هيئة الأركان العامة 70 طائرات استطلاع تراقب النزاع في سوريا. ضبط خلية إرهابية بشرقية مرتبطة بداعش. يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي غدا الخميس الاحتفال الذي يقيمه الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بعيد العمال بعد استكمال استحقاقات خارطة المستقبل لثورة 30 يونيو وانتخاب برلمان لمصر، لنقف أمام العالم على أعتاب مرحلة سياسية جديدة تتسم بالاستقرار المنشود. ويتناول الرئيس في كلمته آمال وطموحات مصر المستقبل بعد ثورتي 25 يناير و30 يونيو المجيدتين ودور عمال مصر في مرحلة البناء والتنمية من أجل الوطن، وأن الدولة بكافة مؤسساتها تحتاج لكل حبة عرق وساعد ينتج ويتقن عمله، فالمرحلة المقبلة يلزم أن يشارك فيها الجميع. وقال وزير القوى العاملة محمد سعفان إن الرئيس يكرم 10 من قدامى النقابيين بمنحهم وسام العمل من الطبقة الأولى. اجتمع ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة اليوم الأربعاء بمقر إقامته بالقاهرة مع الأمين العام المنتخب لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط. وقال أبو الغيط في تصريح للصحفيين عقب اللقاء: لقد شرفت بلقاء جلالة ملك البحرين وأشعر بالامتنان الشديد تجاه الملك حمد بن عيسى آل خليفة ووزير خارجية مملكة البحرين الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، حيث أن انتخابي أمينا عاما للجامعة العربية تم تحت رئاسة البحرين الرئيس الحالي لمجلس جامعة الدول العربية. زار الملك حمد بن خليفة آل زايد ملك البحرين الكاتدرائية المرقسية بالعباسية للقاء البابا توادوس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية. استمر اللقاء لمدة ساعة ودار بين الملك والبابا حديثا حول علاقات مملكة البحرين بالكنيسة المصرية، لا سيما مع وجود كنيسة للأقباط في البحرين. وأكد الملك على اعتزازه بقداسة البابا ودور الكنيسة الوطنية. وقال البابا توادرس إن زيارة الملك محل تقدير في ظل الروابط والعلاقات الطيبة التي تجمع بين الكنيسة المصرية والبحرين. اجتاحت موجة من الغضب في البرلمان بعد الإعلان عن العثور على جثة الشاب المصري عادل حبيب ميخائيل محترقة في أحد الجراجات في منطقة ساوث هول بالعاصمة البريطانية لندن. وأعلنت لجنة العلاقات الخارجية بالنواب متابعتها للحادث وإجراءها اتصالات مكثفة مع وزارتي الخارجية وشؤون الهجرة والمصريين في الخارج للإطلاع على مجريات التحقيقات وملابسات الحادث الذي راح ضحيته المواطن المصري. أعلن وزير الدفاع الروسي الجنرال سيرجي شويغو أن ما تفعله الولايات المتحدة الأمريكية وحلف شمال الأطلسي الناتو يجبر روسيا إلى القيام بردود عسكرية. وقال وزير الدفاع الروسي في كلمة أمام مؤتمر موسكو الأمن الدولي نقلتها وكالة أنباء سبوتنيك الروسية إن الولايات المتحدة والناتو شرعا في نشر البنى التحتية العسكرية قرب الحدود الروسية، ويقومان بتنفيذ الخطط التي وصفها بالخطيرة المضادة للصواريخ ويزيدان من النفقات العسكرية هناك. أضاف: تضطرنا هذه الأفعال لاتخاذ إجراءات عسكرية مناسبة ردا عليها. وفي الوقت نفسه رأى وزير الدفاع الروسي لزاما عليه أن يؤكد نقف ضد سباق التسلح. ومن جهة أخرى، أعلن رئيس مديرية العمليات في هيئة أركان عامة روسيا سيرجي رودوسكوي أن حوالي 70 طائرة استطلاع دون طيار وغيرها من أجهزة الاستطلاع تراقب وضعها في منطقة النزاع بسوريا، ويتم مراقبة المجال الجوي عبر رادارات سوائل الدفاع الجوي وسلاح الجو الروسي ورادارات الخاصة لرصد الأهداف الصغيرة. تمكنت أجهزة الأمن بالشرقية من ضبط خلية إرهابية يتزعمها تكفيرية على اتصال بتنظيم داعش الإرهابي وتهدف لقلب نظام الحكم وإشاعة الفوضى في البلاد. كان مدير أمن الشرقية اللواء حسن سيف قد تلقى معلومات تفيد بأن تكفيري صاحب محل حلويات بحي الحسينية بمدينة الزقازيق يتزعم خلية إرهابية وأنه على اتصال بتنظيم داعش الإرهابي، وتمكن من ضم مجموعة من الشباب لتنفيذ عمليات إرهابية ضد مؤسسات الدولة.